عمل الطاقات. ممكن نحن طاقتنا وحدي، فرضا انه نكون طاقتنا وحدي، وان شاء الله يعني انه نكون طاقه هيك، بما انه نحن موجودين بهذا المكان كمان. في غيرنا عم يعمل طاقات ثاني، اذا هاي الطاقات مثل ما حضرتك تفضلت انه بدها تفوت الموجات هاي بمكان مثل مغارة عريقة وتصل لمكان ثاني، تسارع الطاقات الإيجابية والسلبية شو بده يكون تأثيرها على المنطقة اللي بدها توصل عليها؟ وممكن يكون في حدا عم يبعث لنا الطاقات لعنا لصارت عنا الأوضاع بهالشكل، بالعلم إنه نحنا يعني شايفين هاللي حوالينا أهدى منا، فنحنا أثرنا بالوضع اللي نحنا موجودين فيه، يعني بمشاعرنا، يعني صنعنا قدرنا اللي نحن موجودين فيه. بس التأثيرات الخارجية علينا كيف، وتأثيراتنا نحن على الخارج كيف. الأخ منيح إنه استوعب السؤال أكثر لهذا الطرح. يعني المقصود معناها إنه نحن بمكان معين عم نتأذى من قبل موجات الآخرين. طبعاً طبقة معينة من الإنسان هذا الكلام صحيح، يعني هذا سلوك الجسيم بتجربة الشق المضاعف، هذا الكلام صحيح. قاذف إلكتروني، خطين، بده يكون في خطين، هذا الكلام صحيح. ليش؟ لأنه في مراقبة خارجية لناس خارجيين عم يبعثوا لنا بطاقات سلبية. بالسلوك الموجي مطلوب منا غض النظر، معناها ما راح نشوف اي واحد خارج ذاتنا، ما في بالوجود غيرك، انت الوحيد الموجود، كله عباره عن شخصيات الوهم، عباره عن فقاعات تولد وتموت. فمن انت؟ انت الروح. لما بتكوني انت الروح معناها انت صرتي بموجي عاليه المستوى، ما عم تتاثر بالخارجي. ليه؟ لأنه أنت صرتي بوعي الأبدية فوق المكان والزمان، تعيشين تجربة جسدية وأنت روح أحدية بهذا الوجود، فقط عم تعيشي تجربة جسدية. في فرق بين ما أنك تكوني سفينة تعبر على وجه الماء ومش سامحة أبداً لها الماء يتغرقها، فأنت هي عابرة بشكل طبيعي، ما عم تشوفي غير تركيز على وجودك الآني بهالزمان والمكان، ما عم بتشوفي آخر، دوما بتقيس الأمور داخليا. مبدأ هرمسي كثير كبير، الداخلي ينعكس على الخارجي. الخارجي اللي بيأثر فينا هي عبارة عن خدعة. من وين جاي؟ نتيجة مرور الموج الأحدي عبر الشق الأيسر من الدماغ اللي هو القسم المنطقي. هذا القسم المنطقي مسؤول عن وعي الحواس. نحن مع الأسف تربيتنا وتنشئتنا وكل محاكماتنا عم بتكون خارجية، أي استخدم فقط القسم المنطقي. إنت بيكون في عنا تربية روحية. تربية روحية لما بنبدأ نراقب قلب العقل. قلب العقل هو مكان فوق المكان، ممكن نقول هو دائرة مركزها في المكان ومحيطها في اللامكان. يعني هو محور عجلة دراجة، محور بلانهائية النقطة اللي بالمحور، لانهائية بالصغر، فيها قمة السرعة قمة السكون بنفس الوقت، قمة السرعة قمة السكون بنفس الوقت. هذا اسمه وعي العقل الشامل، هذا هو داخلنا، هذا اللي بيخلق بقدرة كن فيكون دوما، هذا اسمه كن فيكون. وإلا كل شيء عم نشوف بتقاطعات فكرية وناس عم تأذينا وناس تستعمرنا ومعارضة وموالات ومشحنات وحروب وضغائن، هي عبارة عن وعي حواس نحن خلقناه نتيجة هبوط منزلتنا من وعي الأحدية لوعي الثنائي. لما صرنا بوعي القطبية خلينا نعرف شغل كثير مهم،
نحن أسرى بئر أفلاطون المظلم. تعرفوا لقعر بئر أفلاطون المظلم اللي أشخاص عم بيشوفوا مجرد انعكاسات لأضواء وأصوات على الحيط وعبارة عن عالم صار ثانوي فقط ثنائي، نحن عالمنا ثلاثي، عن جديد صار إضافة للزمن كبعد رابع، عن جديد نحن ثلاثي الأبعاد. الآن صرنا نحكي بالبعد الخامس وفوق. الآن اللي متعود على رؤية أفلام كرتون فقط على الشاشة هو مربط ما شايف أي شيء من العالم غير، صار عالمه سطح ظاهر، وهذا حال كثير من الناس العقائديين ما بيفهموا غير بالشكل الثانوي، ما فيها التناغم. الإنسان من خلال المقدرات الموضوعة بدماغه في مجال العلم وتذكر يعرف كل ما في الوجود الهائل. الإنسان كائن إلهي، هو قزم حاله وصار صنم، قزم حاله من خلال الاعتقادات المادية أو الفكرية أو المشاعر العاطفية وتطرفة أو المعتقدات بالجسم العقل. فبالتالي ما دمنا عم نتهم الآخر إنه هو اللي عمل وسوى، نحن بوعي القطبية عم نشوف من خلال قسم الأيسر، ما دمنا عم نتهم الآخر. وإذا ركزنا كثير على الاتهام حالنا أيضا هي طرف مضاد. طيب على شو بدنا نركز؟ بدنا نركز دوما على تجري الأقدار بمقدار، تجري الأقدار لكي تجعلنا نرتفع من درجة على سلم الوجود لدرجة أخرى. نحن صدت مسامير التثبيت عبر آلاف السنين، صار في صدأ، فبالتالي الآن الزمن هو حلحلت مسامير التثبيت، مشان هيك مؤلم شوي. بنشوف إنه في آخرين عم يجوا يعملوا لنا حروب، بالعكس مبارك كل رسولي ألا من يأتيني منك يا الله. ليش الحرب السورية شو عملت؟ الحرب السورية غيرت وجه العالم. شو السبب؟ سوريا أول شيء تعني الشمس، والشمس تنير العالم من حيث ندري أو لا ندري. الحرب السورية سببت نشوء موجة من الوعي كبير كثير، هذه الموجة الآن تدب على الأرض قاطبتين. صحيح في كثير نفوس ما بتعرف عن هالموجة شيء، طبيعي لأنه الزمن دورات. الآن اللي مستحقين هذه الموجة من الوعي ها هم بدأوا فيها، وغير المستحقين سيبقوا في عالم القطبي بانتظار الموجة الأخرى بعد مثلا 1000 سنة. وبقولوا وين الجحيم؟ الجحيم عالم الجهل، نحن في الجحيم، وعالم العقل هو النعيم، العقل الشامل. فأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ليش في الشقاوة ينعم؟ عالم شقاء، ولدوا فعاشوا ثم ماتوا. شو يعني؟ ولدوا فعاشوا ثم ماتوا، لسعي الرزق كله بده يسعى لرزق الواحد، وأنانية وتنافس وضدية وأحقاد وحسد وحب انتقام، ما كلها هي مشاعر ضدية، هي جحيم. بالنسبة للعارف إذا فكره بيتشوه شيء بسيط اسمه جحيم، بالنسبة لغير العارف بتجي النيران الخارجية لعل إنه يتنبه لهالمعارف. هيك المعادلة. إذا نحن إذا بدنا فعلا سلامة نفوسنا ما ننظر للآخرين، ما ننظر، ننظر فقط لنفوسنا. هي مش أنا، مش نظرة أنا، مقصود بالنظرة للنفس، أي للنفس الكلية. النفس الكلية شو بتحوي؟ بتحوي تبع العقل. هي عادة النفس لعالمها، هي اللي بقول عنها هرمس الحكيم: يا نفس لقد كنت في عالم الوحدة غنية مبصرة عالمة تبصرين العوالم كلها محضرة منضدة بين يديك. لك الدقة من ألاف سنين عم يحكي عن العوالم الموازية، تبصرين العوالم كلها محضرة منضدة بين يديك. فأردت أن تختبري عالم الكون والفساد. شو عالم الكون والفساد؟ هو عالم كون فيكون، بناء وهدم، كون وفساد، أي عالم الثانوي يعني عالمنا. فأردت أن تختبري عالم الكون والفساد فأصبحت كالسمكة التي أرادت أن تبلع طعم الصياد فبلعها الصياد.
ليش بلعنا نحن الصياد بالعالم نتيجة تفعيل قسم الأيسر من الدماغ فقط حسي خارجي، أو كالطائر الذي أراد أن يسلب الفخ المنصوب حبته فسلبه الفخ مهجته. هذا اللي صايبنا بالضبط، نحن طائر الروح، وبالتالي خلينا نعمل قفل عن العالم الخارجي. هذا الكلام مش خنوع، في ناس ممكن يقولوا شو هذا، بدناش نحن نعمل ثورات ونقاتل الحاكم الظالم ولا المستعمر ولا بدناش نسعى للرزق. هذا الموضوع بالذات هو محور حياة، اللي بيقدر يحسن داخلي مرتاح فكريا ونفسيا يعمل في الأرض بمبدأ الفعل الأكبر بالجهد الأقل. الفعل الأكبر بالجهد الأقل، مش مثل المفكور تقيع بيمشي وكأنه بيمشي بالوحل. إذا الإنسان المرتاح من داخله هو اللي بيعمر الأرض، بعكس التصور تماما. اللي عم يدمر الأرض الإنسان اللي بيكون مشوش من داخله، مشاعره سلبية، فبصير ينعكس، قانون الانعكاس بينعكس. فهون أهمية الوعي الجمعي إنه يكون بهذه الروحية من العاملين عليها داخليا وأيادينا في المجتمع خارجيا.